الدرقص ايه في الابدومين؟ درقص الاسايتس. كومن جدا في الاطفال وحده العام وكومن في المتوطنه الناس بطن خاصه وكومن في البطن العامه. السؤال ده عندنا في الاطفال في وحده العام بالكشن دكتور حاتم حسين دكتور احمد دخرس دكتور مصطفى دول كلهم بيسالوا فين يا دكتور في البركشن اسايتس دوت. طيب الاول التنس اسايتس او الاول هيك على بطن العين بطن العين الاول. بص معايا كده ببدا بركشن ابدو من ازاي بركص الاول فوق الامبلايكس صباع كده اهو الصباع ده فيتنج على السيرفيس خالص عشان النوت تسمعه كويس. خد بالك بس عشان تسمع النوت كويس لازم يبقى فيتنج على السيرفيس. لو في مهوي كده في بينه وبين السيرفيس فراغ مش هتسمع النوت كويس. الصباعين دول مرفوعين سنه كده لفوق. البركشن بالتب بتاع ميدل فينجر على الميدل فالنكس وميدل فينجر كده. البركشن الحركه من الريست مش من الشولدر ولا من الالبو. عشان يجي من الريست معاك هتعمل ايه؟ هتميل على عيان كده اهو كده. لما تيجي تخبط بص هتلاحظ ان دراعك ثابت لانك عامله زاويه. اصل دي هتبقى مشكله معاك. هتلاقي واحد بيعمل كده اهو من الالبو واحد بيعمل كده. عشان تجيبها صح اهي شوف انا عملت ازاي؟ خبط كده. دي كده هتلاقي الريست بس بيتحرك وتلاقي ايه الالبو والشولدر تقريبا ثابتين. البركشن الابدومين كله لايت. كله لايت. لايت ده يعني انت بس اللي بتبقى سامعه. واللايت بيجيب 2 سم دبس. مش هيفي. هيفي هارد. هيفي هيباتيك دالنس. هيفي على الباك. لكن ده لايت، جلد، لايت. ابدومين كلها جلد مفيش تحتها عض. اللايت بيجيب 2 سم دبس اهو. بتبركص كده اهو في السنتر البدايه اهي. لو لقيت هنا دالنس لو دالنس يبقى تنسى اسايتس. لو دلنس يبقى ده تنسى اسايتس. مات الكلام. يبقى تخبط على السنتر كده اهو. لو دلنس تنسى اسايتس. هتكون فيرم بقى ساعتها. ماشي؟ هتكون فيرم ازاي؟ ايد العين كده اهو تحطها في وسط بطنه كده. وبالروت فينجر دي تحطها كده اهو وصباعك ده تعمل فليكرنج كده. كده كده. الخبطه دي بترج الميه. تيجي ايه؟ تعمل فايبريشن في ايديك الناحيه دي. ده اسمه ترانسميتد ستريل. وتعمل نفس الكلام الناحيه الثانيه. اي ستريل بتحس ايه بالروت فينجر مني لكن ممكن البالمر اسبكت بتاع الفينجر كلها. لكن هو ده الاساس لان ده بون سنسيشن اهو. ده كونفيرم ده تنسى اسايتس. ماشي؟ طيب ده لو العين بتاع ميل. لو العين ده في ميل وخبطت كده وليه تضلنس ما تقولش تنسى على طول. ليه؟ لازم تنزل كده لحد الفلانكس يبقى تضلنس شغال معاك لحد تحت والناحيه الثانيه كده لحد الفلانكس. لو في مين لازم الضل ده ضلنس في السنتر وفي الفلانكس عشان دي يبقى اسايتس. اصل في الفيميل في حاجه اسمها اوفيريان سيست بيجي من تحت كده اهو بياخد بطن العام من فوق. لما اخبط على الاوفيريان سيست ده هلاقي ضلنس فوق. لما انزل تحت كده هلاقي مهوي هلاقي ايه ريزونانس في الفلانكس. يبقى لو العين في ميل اخبط في السنتر ما اكتفيش بيه انزل كده لحد الفلانكس الاقي الفلانكس ايه ضلنس كده يبقى تنسى اسايتس. لقيتها ريزونانت يبقى ده ايه اوفيريان سيست. ده لو في ميل. لكن ميل هعملها ليه؟ هو في العيال الميل اللي عنده اوفيريان سيست؟ لا. بقول لك ايه بقى؟ الاقي بنت تيجي في امتحان تعمل صباعها كده اهو. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الصباع ده غلط ما ينفعش. لا تطلع سربيه ضفري هنا. غلط برضه. كده بتجيب لنفسك مشاكل. الصباع ده كده اهو يبقى ايه؟ يبقى احلق الضفر بتاعه كده ظبطه. تمام؟ قصه يعني. خبط بالتب في ميدل فينجر على ميدل فالنكس ميدل فينجر اهو كده. ضلنس تنسى اسايتس. مات الكلام. كونفيرم يا دكتور ازاي؟ اهو كونفيرم بالترانسميت ستريس. واجي احط لي كده واخبط كده واخبط كده. طيب خبطت كده اهو لقيت ريزونانس يبقى ده مش تنس. احتمال يكون مودريت احتمال يكون نورمال صح؟ اعمل ايه بقى؟ لما تخبط تلاقي ريزونانس تقول له مش تنس اسايتس. واجي نازل كده هوب ليه تضلنس هنا؟ كده اسمه ايه؟ مودريت اسايتس. مودريت اسايتس طالما ريزونانس في النص وضلنس في البريفري ده مودريت. لف على جنبك الثاني صباعك ما يتشالش من مكانه. الزقه. لف على جنبك اليمين واستنى كده منت 2 منت لحد ما الميه تنزل الناحيه الثانيه والهواء يطلع لي فوق واعمل ايه؟ خبط ثاني تيرن ريزونانس. تمام؟
كده ايه مدرك ده الكونفيرم بقى بتاعه. ارجع تاني وابدا من النص تاني اهو. ده ايه ده؟ ريزونانس 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 ريزونانس. هوب دلنس. اثبت كونفيرم بقى. لف على جنبك شمال واستنى لما المايه تنزل الناحيه التانيه اخبط تاني. تيرن ريزونانت اه يعني عنده بايلاترال شيفتنج دلنس اه مودريت اسايتس. هيجي سالك سؤال ايه الطبيعي، امال لو عنده يونيلاترال شيفتنج دلنس يبقى انسيستد هيماتوما انسيستد اسايتس ديرمويد سيست هايداتد سيست حاجات كتير. ده لو يونيلاترال يبقى لازم يكون بايلاترال شيفتنج دلنس. ماشي. هيجي سالك سؤال بقى عالي شويه او انت تقوله له تظبط نفسك بقى في العملي. قول له في طريقه ثانيه اعمل بيها ايه المودريت اسايتس ده او اعمل بيها شيفتنج دلنس طريقه ثانيه. اه دي حته مايستير بقى. افرد نفسك كده كده الميه تحت والهواء فوق صح. دي في حاله لما يكون في سبلين كبير ليفر كبير معاكسني مش عارف انزل على الجناب. اجي نازل من فوق كده اهو كده من عند زيفوي كده 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 لحد الامبلاكس كده اهو نازل اهو قابلني الضلس هنا اهو نام. الميه راحت ورا والهواء جه فوق خبط ترن ريزونانس. ايه ده برضه شيفتنج دلنس مودريت اسايتس في خبطه واحده. ده بعمله امتى؟ لما يكون في سبلين هنا معاكسني وانا نازل وليفر الناحيه الثانيه يبقى اعمل الطريقه الثانيه بقى. ازاز اقعده واخبط دلنس نام على ظهره. دي الطريقه الثانيه بتعمل بيها مودريت ايه؟ اسايتس. الاحتمال الثالث بقى بخبط لقيت ريزونانس تنس ريزونانس. اقول له ايه؟ مش تنس اسايتس مش تنس ريزونانت مش تنس. اعمل ايه؟ انزل ريزونانت 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 لحد فلانكس والناحيه الثانيه ريزونانت 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 لحد فلانكس كده مفيش مودريت اسايتس. اوعى تقول نورمال. ليه؟ كده ريزونانس في السنتر وريزونانس في فلانكس اه تقول ايه؟ تقول ده كده مفيش مودريت اسايتس. احتمال يكون مينيمال واحتمال يكون نورمال. احتمال يكون ايه؟ مينيمال واحتمال يكون نورمال. معايا الحته دي؟ انا خبطت في السنتر ريزونانس ونزلت كده كده اهو كده كده الفلانكس ريزونانس يعني سنترال ريزونانس فلانك ريزونانس اه كده مفيش مودريت اسايتس. خلي كلامك واضح. الاقي ناس كتير جدا يقول لك ايه نورمال شت نورمال ايه؟ تعبيط. افرض مينيمال مينيمال داعي 200 سي سي 200 مللي في ظهر العيان ما هو هيجي بقى هنا كل ده ريزونانس ريزونانس. اعمل ايه بقى؟ قول له هعمل بقى التيست بتاع مين؟ برقص في نيل بوزيشن كده ما ايه يا مينيمال يا نورمال. اثبت ازاي بقى؟ الميه في ظهره نام في وضع السجود. يلا ني ال بوزيشن تعملش ني ال بوزيشن. وبعدين يا عم بديك بقى التيبيكال بقى الكلاسيك بقى مش عايز فورم قدره بقى في الكلام ده. هيمشي معاك بقى ماستر ودكتوراه وبكالوريوس كله شغال. بنام في نيلبو يبقى الميه اللي في ظهره الشويه دي جت فين؟ جت اراوند الامبلايكس. اجي حاطط صباعي كده اهو واخبط. لو لسه ريزونانت يبقى ده نورمال. لو بقى ضل يبقى ده مينيمال اسايتس. اهو ده اسمه برقشن في النيه قلبه. يقول لك ايه التيست اللي تثبت بيه؟ انت عملت لي في التنس ترانسميتد ستريلي وفي المودريت شيفتنج دلنس. وهنا بقى اقول له بدل ساين. حد معاه سماعه؟ بدل ساين. سماعه. بدل ساين ازاي؟ اسرع ارمي. بدل ساين ازاي؟ هات 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 بسرعه. بدل ساين يا دكتور ده التيست اللي بيثبت المينيمال اسايتس. اني بحط السماعه في ودني واحطها على الامبريكس كده اهو واعمل فليكرنج اخبط كده اهو كده واستنى واسمع رجه الميه رجه الميه رجه الميه. دي بدل ساين. وبدل مش اسم واحد. بدل معناها بركه. شفت البركه؟ اهي دي البركه بقى. ايه التيست الثالث اللي يثبت المينيمال اسايتس؟ السونار كان ديتكت الاسايتس حتى لو كان من 100 ل 150 مللي لتر. الاسايتس كده تمام؟ كده فهمتوه كويس؟ ارجع يا عم. نيجي للتيست الثاني في الابدومين اللي هو بيركشن اللور بوردر اوف ليفر. الليفر لور بوردر. الليفر لور بوردر. سبحان الله اول حاجه في الكارديو رقم واحد بتعملها الهيباتيك دلنس. واول حاجه بعملها في الشيست الهيباتيك دلنس.
والهيباتيك دامنس ده هو نفسه الليفر ابر بوردر. الليفر ابر بوردر تابع على قده من الدكتور قال. هتعمله ازاي؟ اقف يا دكتور. الليفر هيبرقص، هنعمله بركشن مرتين. هنا في خط بينزل من نص الكلافكن يعدي في النبل ميدنجوانال بوينت اسمه ميد كلافيكولار لاين، وهنا خط كده اهو اسمه ميد لاين، وهنا خط كده اهو ميد كلافيكولار الناحيه الثانيه. وبعدين اعد كده لويس انجل سكند ريب سكند سبيس ثيرد ريب ثيرد سبيس فورث ريب فورث سبيس فيفث ريب فيفث سبيس. ايه الفيفث ريب اهو فورث ريب 2 3 4 5 وادي الناحيه الثانيه اهو ده ايه الفيفث ريب وادي 6 ريب اهو وادي 6 الناحيه الثانيه اهو. طيب اخيرا بين الميد كلافيكولار والميد لاين في خط كده اسمه بارا ستيرنال لاين، يبعد 1 انش عن ايه؟ عن الاسترنال بارا ستيرنال لاين. الليفر فين؟ الليفر على السكس ريب هنا اهو ميد كلافيكولار. على ايه؟ على السكس ريب ميد كلافيكولار. وبعدين تقاطع البارا ستيرنال مع كوستال مارجن. كوستال مارجن اشفط بطنك كده جامد اشفطها جامد جامد. كوستال مارجن كوستال مارجن تقاطع الكوستال مارجن مع البارا ستيرنال لاين عند الثمانية كوستال كارتليج. تاني يبقى السكس ريب تقاطع ايه؟ ميد كلافيكولار مع السكس ريب، ادي اول نقطة في الليفر. تقاطع كوستال مارجن مع البارا ستيرنال، البارا ستيرنال اللي بين ميد كلافيكولار وميد لاين. وبعدين تقاطع ميد كلافيكولار الثاني مع الكوستال مارجن يبقى بتسعة. بتسعة. وبعدين هنا في انتيريور اكزيلر فولد وسيريور اكزيلر فولد، في النص منهم كده اهو ميد اكزيلر لاين. تقاطع ميد اكزيلر لاين مع 11. الريب رقم 11. اهو. دي اللور بورد بتاعت الليفر. تعالى كده نرسمها مع بعض. ادي الليفر اهو. هيمشي كده. 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 ده اللور بورد بتاعت الليفر. وهنا اهو ماشي كده اهو. في السبيس رقم 5. كده ده الليفر تمام. طيب المفروض الليفر ده هنا اهو مستخبي تحت قصه الكارت المارجن اهو. قصه المارجن معدي ايه كده اهو كده كده ده مستخبي كده تحت منه اهو مستخبي تحت منه اهو. الليفت لوب هو الموجود في البطن الزيفويد اهو الزيفويد. الليفت لوب اهو في الابدومين والرايت لوب تحت مين؟ تحت قصه الكارتريج قصه الكارتريج. يا دكتور امال الليفت لوب موجود في الابدومين؟ سؤال شافه بقى اهو مشهور قوي في الاطفال عندنا. لما هو موجود في الابدومين يا ابني دكتور حاتم حسين بقى ليه ما بيتحسش وده موجود؟ طب ده مش تغطي خلاص ده موجود في الابدومين ليه ما بيتحسش؟ ليه بيتحس لما يكبر؟ اقول له ان الانتيرو عندنا المصل سيك مصل بلك. طالما الليفر نورمال كونسيستنسي ما يتحسش، لما تتغير وتبقى شارب يبقى فيرم كونسيستنسي او هارد ساعتها بحسه. طبعا الليفر الحاجه اللي بتكبره بتخليه ايه؟ يا تخليه فيرم يا تخليه هارد، ساعتها بحس الليفت لوب. اما الرايت لوب لازم يكبر الاول ويخرج بره عشان احسه. الرايت لازم يكبر ويخرج بره الكوستر كارترج عشان احسه. ماشي؟ هتعمل بالبيشن ازاي؟ بيركشن ازاي؟ بيركشن الليفت لوب اهو والرايت لوب اهو. هو اسمه ليفت لوب ورايت لوب عشان بس نطق صح. لوب. اصل اللوب دي لوب دي انتستن لوب يعني فص رايت لوب وليفت لوب. هتيجي بالقص بقى يا دكتور الليفر لور بوردر هتستلم الرايت لوحده والليفت لوحده الرايت والليفت لايت بيركشن. اللايت تمشي في ميد كلافيكولار لاين ميد كلافيكولار لاين تبدا من عند اللي هي الفصه وتطلع كده لايت بيركشن كل الابدون لايت بيركشن. لو ليه ضلنس قبل كوستال مارجن كده خلاص الليفر اهو ليه ضلنس هنا تعمل ايه؟ صباعك ما يتحركش. وبعدين اهو ايد العيان بقى كده اهو تقيس الرايت
رايت لوب رايت لوب بالبابول ثلاثه فينجر تحت كوستال مارجن. ادي البركشن والداتا اللي بتطلع منه. انا بعمل بركشن رايت لوب الاول اهو اهو بص اهو كده المفروض عين نايم اهو في الميد كلافيكولار لاين كده 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 لحد كوستال مارجن المفروض ما يحصلش دلنس. لقيت انا وانا ماشي دلنس هنا اهو صباعك هنا اهو مكانه ما يتشالش وتقيس بصوابع العيان تقول له رايت لوب ثلاثة فينجر تحت القصة المارجن. ليه بصوابع العيان؟ مقياس ثابت للفولو اب عندي وعند غيري ثلاثة فينجر. لكن مثلا السيد صابعه ممكن يجيب ثلاثة. احمد يجيب اربعة. بنت تجيب عشرة. كل واحد وصابعه بقى. ما ينفعش. طيب. ده الرايت لوب. الليفت لوب. بيرقص ازاي؟ في الميد لاين من فول امبلاكس كده اهو. والبيرقص. اهو. ريزونانت 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 اهو. الضلس قبلك هنا اهو. فين هنا؟ يبقى أربعة فينجر تحت إيه؟ أربعة فينجر تحت الزيفويد بالظبط. بصوابع العيان، ده الوضع الطبيعي. ممكن يزيد عن كده، ممكن ينكمش في السيروسس. كده عملت إيه؟ لايت بركشن لور بوردر ليفر أهو. السؤال التاني بقى، طب أعمل ليفر سبان. عشان أعمل ليفر سبان لازم أعمل أبر بوردر. أبر بوردر بيسموها هيباتيك دلنس. بيسموها إيه؟ هيباتيك دلنس. أعملها إزاي؟ ما تتعملش في الليفت. اشمعنى؟ في الليفت سايد شمال ما تتعملش. اصل الهارت هنا اهو. هارت فوق منه على طول كده اهو. الهارت. ما ينفعش اعمل ليفر هنا. ضلنس وضلنس ما ينفعش ما تمشيش. لكن هنا في لانج ينفع اعمله بقى. ازاي؟ قال لك باجي كده اهو بايديا ده كده اول حاجه بتعملها في الكارديو دايما اللي هي باد الضلنس. اول حاجه في الشيست لا سندوسكي يعني تمشي ايه؟ سيستماتيك في الترتيب باد الضلنس برضه. بحس كده سوبر سيموتش لوز انجل. جنبها السكند ريب احط صباعي في سكند سبيس وارجع كده اهو على ميد كلافيكولار لاين وصباعك فيتنج على الشيست واخبط هيفي بقى. هيفي بقى دوت يعني ايه؟ ترزع جامد تسمع اللي جنبك الصوت. ده كده ايه؟ ده الريزونانس اهو. وبعدين تحس كده تلاقي ايه حاجه ناشفه. ده سيرد ريب تحته حاجه طريه. ده سيرد سبيس انزل فيه ريزونانس حاجه ناشفه. ايه الفورس ريب سبيس تحته الايه؟ الفورس سبيس ريزونانس فيفس ريب فيفس سبيس اتغير النود. سامع؟ اتغير شويه النود كده ايه؟ كده اسمه امبيرد نود. يعني ايه امبيرد؟ امبيرد اول سلمه في الضلس. يعني يقول لك ايه هو سؤال الامتحان يحيرك. امبيرد نود يعني ايه؟ اقول له انا ضلس بس اول درجه في الضلس. في لانج مغطيه هنا وفي ليفر ورا. فعشان كده بيبقى صوت ايه؟ لا هو ريزونانت ولا هو ضل بس يعتبر ضل. اعمل ايه؟ كده انا جبت باد الضلنس في خمسه كده نورمال. لو نزل عن كده يبقى العيان عنده انفيزيما او سي او بي دي او توزس الليفر. لو طلع عن كده يبقى عنده باراليسيس في الكوبلا اوف دايفرام. تبقى عارف الاسباب دي كويس. الاطفال عندنا باراليسيس الكوبلا ده مشهور قوي. حادثه ولاده كوبلا ده ايه باراليسيس فتلاقي الليفر فوق شويه. ده النورمال فين؟ في البطنه في الاطفال في اربعه. اللي باد الضلنس في الاطفال بيبقى عند اربعه مش عند خمسه. ادي اول فرق اهو. نفس التكنيك هي بس في اربعه مش في خمسه. نمره اثنين الليفر في الاطفال ممكن يبقى باربول 1 او 2 فينجر تحت الكوستال مارجن نورمالي. ممكن يبقى باربول 1 او 2 فينجر تحت الكوستال مارجن نورمالي في الاطفال. طيب بالقص كده جبت اللي باتت ضلنس. حلو؟ كده انت جبته. تتاكد ازاي؟ تايدل بركشن. تايدل يعني ايه؟ تايدل يعني خد نفس جامد جامد. اللنج كبرت هتزق الليفر لتحت، بقى الليفر نزل هنا اهو. اخبط الاقي صوتي يرجع ريزونانس زي الاول. ادي التايدل بركشن. ده التايدل ده التست اللي بيكونفيرم بيه الليفر. يقول لك طب تعرف تعمل ريفرس تايدل؟ قول له ما ينفعش هنا يتعمل. ده ردك الاول عليه. تعرف ريفرس تايدل؟ قول له هنا ما ينفعش يتعمل. ايه بقى قصه الريفرس تايدل ده بقى ايه؟ ريفرس ده ايه؟ لو انا بالقص كده والصوت لسه ضل زي ما هو عملت التايدل خد نفس جامد خبط ستيل ضلس قول له لازم اعمل الريفرس. ايه الريفرس تايدل ده بقى؟ اطلع فوق وان سبيس قول له خد نفس جامد وخبط في السبيس ده. السبيس ده المفروض ان هو ريزونانت صح؟ بعد ما ياخد نفس المفروض يفضل ريزونانت صح؟ طيب خد نفس جامد خبط. لو لسه ريزونانت زي ما هو يبقى الليفر ده فيكسد في فيكسد دايفرام. فيكسد دايفرام يعني ايه؟ يعني هنا في ضلنس. خد نفس هو ضلنس ما خدش ضلنس ثابت ما بيتغيرش فيكسد. لا بيطلع ولا بينزل. تمام؟ ولذلك رحت عامل ايه؟ طالع وان سبيس ومخبط تاني قلت له خد نفس جامد. خبطت تاني لقيته ايه؟ لقيته لسه ريزونانت يبقى فيكس الدايفرام. طب ليه تبقى ضل؟ منين كان ريزونانت من شويه بالوقت بقى ضل؟ ده باراليسيس في الكوبلا. فعشان كده بتبقى ساكشن لفوق
دي واخد الليفر معايا فوق تاني. تاني الحته دي تاني ايه؟ هقول هقول اطلع بقى ده من اقعد. اقعد اقعد طلع نايم. نام على طرف. نام على طرف. هنعمل بقى تاني الحته دي التايدل والريفرس. ركز معايا. انا دلوقتي بعمل ايه؟ يا بادي تضلس سوبر ستانوتش يا دكتور لوز اند الانجل سكند ريب سكند سبيس ريزونان صوت ريزونان 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 امبير. مش عايز صوت عشان تسمع البركاشن. مش عايز صوت خالص. بص سكند ريب اهو. بس يا عم دي اللي بيزعق بره. اقفل الشباك ده شويه. قلت له ثواني 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 بس نخلص البركاشن. ثانيه واحده بس. في ايه؟ صوت بقى سكند سبيس سير فورس الفيفس تغير اهو. خد نفس جامد وتم ترن ريزون. ده كده ايه؟ بوست بتاع البركاشن ده ليفر فعلا. انت اعمل ريفرس دي يا ابني. تقول له لو انا قلت له خد نفس خد نفس جامد خبط لسه ضلنس كده. ممكن حاجه من اثنين، يا فيكس الدفرام الليفر ما اتحركش فوق ولا تحت، يا باراليسس فلما ايه ياخد نفس بيطلع لفوق. اعمل ايه؟ هقول له اطلع وان سبيس اطلع اربعه تاني زي ما كنت واقول له خد نفس جامد اخبط. لو اربعه ده لسه ريزونانت يبقى ده فيكس الدفرام. لو اربعه ده بقى ضلس يبقى الليفر طلع لفوق يبقى باراليسس الدفرام. يقول لك تايدل ينفع تعمل فين تاني؟ ده بقى عندنا في الاطفال مشهور السؤال ده. طيب تعمل فين تاني؟ قول له على ظهر العيان يمين وشمال. على ظهر العيان؟ اه. يعني هو بتعمل قدام على اليمين، طب على الظهر ورا؟ ايوه. هو الليفر جاي ورا؟ جاي ورا، اقف يا عم. ازاي جاي ورا ازاي؟ ايدك على دماغك. بص كده معايا، ايدك على دماغك. بص كده معايا. ربع عينك بقى. ربع ربع لا ربع وافردها. ايوه هنا في انجل اوف ذا سكابولا. انجل دي انجل اهي اهي. الانجل دي تحتها السبيس رقم 7. على فكره على الباك اسهل من قدام. يعني ايه 7 سبيس اهو 7 ريب اهو ريب رقم 7. عد كده ادي 8 9 10. الضلنس قدام كان فين؟ كان في 5. الضلنس قدام كان في 5. بص 5. لما تلف بالليفر ده كده هنلف بالليفر ده. ده الليفر اهو هيلف كده كده هيجي كده اهو. بص قدام الضلنس في 5 في الاكزيلا الضلنس في 7 في الباك الضلنس في 9 في 9 سبيس رقم 9. الامبيرد نوت الامبيرد قدام في 5 وهنا في 7 هنا الامبيرد فيه في 9. يعني لما يقول لك اعمل على الباك اسهل اقول له ايه؟ ربع ايدك. لما ربع ايده كده اهو الانجل بزاز كامله تحتها الريب رقم 7 اخبط في السبيس رقم 7 الاقي ريزونانس و8 الاقي ريزونانس 9 الاقي ضلنس امبيرد نوت. خد نفس واكتم ترن ريزونانس. ده اسهل من قدام. ده خبطتين اتنين اهو اهو اهي. خد نفس اكتم نفس جامد جامد ترن ريزونانت اري دي تقدر بالكشن على الباك يمين وشمال. بس الفرق ايه؟ الامبيرد قدام في 5 في الجنب في 7 ورا فين؟ في 9. مات الكلام. هو قاعد ولا قاعد؟ انا بوقف عشان تشوفه بس. انا عيني بقى قاعد عمال اخبط على ظهره وانا نايم. لا يا جماعه جنب ما ينفعش. طيب اطلع يا كده يا جماعه. ايه الليفر لور بوردر بركشن كمان في الابدومين تروبس اريا. وبركشن بقى تروبس اريا ايه؟ السبلين اف انلارجد وعدى تروبس اريا. يعني ايه؟ بص السبلين ده اهو اف انلارجد وعدى تروبس اريا. السبلين لو انلارجد وعدى تروبس اريا. تعال نشوف كده دكتور تروبس اريا دي ازاي؟ اقف يا ادهم. ايه تروبس اريا دي؟ ارفع دراعك لو تعالى اسمع معايا الله يخليك ركز يا شاطر. احنا بنقول بركشن على بعضه عشان نخلص منه بقى.
هو ده عقدتك انت في الاكزامينيشن. ده الميد اكزيلري لاين في النص كده اهو ميد اكزيلري. وهنا ايدك على دماغك، ربع ايدك الى دماغك بقى، على دماغك على دماغك اهو. الوضع ده في لاين بيعدي في الانجل اوف ذا سكابولا اسمه سكابولر لاين. سكابولر لاين اهو سكابولر، وده ميد اكزيلري ميد اكزيلري. طيب نزل ايدك بقى. الرب رقم 6 بيطلع كده، و7 بيطلع كده، و8 9 اهو. سكند سير فورس فيفس 6 رب اهو، 5 اهو، وبعدين 7 و8 9 بقى اهو. ادي 9 رب، تمام، 10 11 ادي 11 رب. فين بقى السبلين؟ فين السبلين؟ بين الرب رقم 9 والرب رقم 11، بين السكابلر لاين والميد اكزيلر لاين. يمكس ويقع وينام ويرتخي السبلين، بحيث لو كل واحد فينا مد ايديه كده اهو على اخرها كده هتبقى على السبلين بتاعه اهي، على السبلين بتاعه. فين السبلين؟ انت مش موجود، انت في البطنه، انت بقول لك فوق منه يعني. السبلين فين؟ بين السكابلر والميد اكزيلري، بين 9 و 11. طيب بص بقى، تروب سيريا فين؟ هي المنطقه المحصوره بتوين، بتوين مين؟ الليفر والسبلين. ادي السبلين اهو، وادي الليفر اهو، الحته دي. وصل بقى دي كده، ووصل دي كده. معكوس المارجنال. اهي، هي المنطقه دي، شبه المنحرف ده. لو انت ركزت قوي هتلاقي الباوندر ساعتها 6 8 9 11، واللي هو البوردر بتاعت الليفر 6 8 9 11. الباوندر ساعتها 6 8 اف بعد راعه الاثنين اهي 6 8 9 11، وده 6 8 9 11 مع الفرق البسيط. الليفر 6 رب ميد اكزيلري، 8 كوستر كارترج بارا ستيرنال، 9 كوستر كارترج ميد كلافيكولار، 11 رب ميد اكزيلري. الشبه المنحرف بقى ده اهو 6 رب ها ميد كلافيكولار، 8 كوستر كارترج بارا ستيرنال، 9 11 ميد اكزيلري. ادي يا عم ايه؟ تروبس اريا. ترسم فيها الفندس بتاع الاستومك اهو، الفندس اهو. اذا هي اريا اوف تمبانيتك ريزونانس بتوين الدالنس اوف ذا سبلين اهو والدالنس اوف ذا ليفر اهو. الليفر اهو ضل كده، دالنس ودالنس، هي في النص تمبانيتك. يا دكتور طب ما اللنج فيها هواء وقلنا ريزونانس، الاستومك فيها هواء قلت تمبانيتك، اشمعنى دي تمبانيتك ودي ريزونانس بس؟ ليه اللنج مش تمبانيتك؟ لان الاير اللي في الاستومك اندر تنشن، المسكولوزا عامله تنشن عليه زي الطبله بيرن، اما اللنج الهواء طالع مع اللي بره مفيش تنشن عليه. طيب اذا دي اريا اوف ايه؟ رسم في الورق مع كل حاجه. اريا اوف تمبانيتك ريزونانس بتوين دالنس اوف سبرينج اند دالنس اوف زيرفا. حلو؟ هتعمل بريكشن ازاي؟ البركشن ده سهله جدا. اقول للدكتور ايه؟ هعمل بركشن بطريقتين، في رف ميثود وفي فاين ميثود او اكيوريت ميثود. ازاي؟ لو كل عيان جبت ايديه كده اهو وحطيتها كده بحيث يكون الصنب فيرتيكال على النبل، يبقى ايده على تروبس ايريا بتاعته. دي الرف ميثود اهو بالظبط اهي. حط ايده كده بحيث الصنب فيرتيكال على النبل، ايده على تروبس ايريا بتاعته. شيل ايده وحط صباعك انت كده اهو واخبطها خبطه واحده اهو. مرة واحدة انت واكل؟ ادي تروبس اريا، ادي البركشن بتاعها اهو، هو نايم طبعا، نام بقى عشان نعملها صح؟ يبقى بتعمل ايه؟ اقول له راف ميثود، احط ايد العيان كده اهو بحيث يكون الصنب فيرتيكال على النبل، اشيل ايده واخبط على تروبس اريا. تمبريتك. ده الطريقة. طب الاكيوريت ميثود يا ابني ايه؟ قول له برسمها لك. احددها نقطه نقطه. ازاي؟ ادي السوبر سانوتش لوز انجل سكند ريب سكند سبيس، ثيرد ريب ثيرد سبيس، فورس ريب فورس سبيس، فيفث ريب فيفث سبيس، يبقى ده الري 6 ريب اهو. امشي واحط نقطه هنا في تقاطع 6 ريب مع مين؟ مع ميد كلافيكولار. لو نزلت منه فيرتيكالي بالظبط كده
هتخبط الميد اكزيلر عن 9 لان الريب ده بيطلع كده وبليك وبليك. لو نزلت فيرتيكال هتقطع الميد اكزيلر عن 9. انزل 10 11 وارجع كده مع كوستم مارجن زي نفسك ايه عند 8. ادي ليه فاين مش وتخبر قص كده. الاسئله بتاعتها ايه بقى؟ الباوندريز عارفها انت. السؤال التقليدي والسؤال غير التقليدي. التقليدي ايه؟ كوز اوف دالس على تروبس اريا. على تروبس اريا الليفر يخش عليه يبقى تو ميجالي. السبين يخش عليها ميجالي. اللانج تنزل افيوجن. يطلع من تحت اسايتس في النص ادهم واكل. اطلع يا ادهم واقف. واقف يا ادهم. يلا يا ادهم. تاني دالس ثاني ايدك على دماغك. ايدك على دماغك مش عايز صوت بقى. اللي يعمل دالس ايه؟ الليفر يخش عليها يبقى تو ميجالي. السبين يخش عليها ميجالي. اللانج تنزل لها افيوجن. اسايتس يطلع لها من تحت اسايتس وفي النص كانسر ستومك او فول ستومك. السؤال العكسي بقى كوز فايت روبس اريا. يا راجل ايه وايد دي؟ قول الليفر يرجع سيروزس. السبلين يرجع سبلينكتومي. اللانج ترجع كولابس. الابدومين نيو بروتونيوم. لما تعمل منظار بطن لازم ينفخ بطنك الاول. اي حد بيعمل منظار يا جماعه لازم ينفخ بطن الاول عشان ايه؟ ابعد المصريه عن بدا ولا اتفرج. لذلك يقال ان اي حد بيعمل منظار بيتنفخ. امال ايه؟ امال هيعمل منظار ازاي؟ ينفخ كده اهو خش اتفرج بقى جوه. فنيو بروتونيوم تنفخ تيجي تخبط لاي هواية كبيره. يبقى ليفر سيروزس يرجع السبلين سبلينكتومي ترجع اللانج كولابس الاسايت اللي نيو بروتونيوم في النص كولا بقى حاجه بتروب. تمام؟ طيب ده الوايد. السؤال الثالث تعرف تروبس ساين؟ البيستل شوت اوف اورتو كريجرش. البيستل شوت اوف اورتو كريجرش اسمها تروبس ساين. خلاص؟ كده تروبس ايه بيس؟ حد عايز حاجه فيها؟ ماشي. انت اعمل بركشن سبلين لو عدت تروبس اريا. لما تلاقي ضل السنه بقى بركص السبلين. السبلين ده بيكبر كده اهو مره واثنين وثلاثه وبعد كده يظهر بره. ليه؟ يعني عشان يطلع بره تروبس اريا في الابدومين لازم يكبر ثلاث مرات. ثلاث مرات جريبل النورمال عشان يعدي تروبس اريا ويطلع في البطن. هتبركص السبلين مرتين. مره هنا اهو من تحت لفوق في الميد كابيكولار لاين. ومره كده اهو من الليله الفرصه كده اهو اتجاه امبلايكس كده. مره اوبليك ومره فيرتيكال. ليه؟ اصله السبلين اصلا المفروض يكبر كده اهو اوبليك اتجاه الليله الفرصه ده اتجاهه. كل الحاجات بتكبره اوبليك الا حاجه واحده بس بتكبره فيرتيكال. الحاجه اللي تعمل انفلتريشن للليجمنت اللي ماسكه. الليجمنت حضنه كده اهو فبيوجهه ناحيه رايت ايدك فرصه اسمه لاينو فرينك. لو حصل له انفلتريشن وده بيحصل في السي ام ال. السي ام ال بقى ايه خليه كده اهو فيرتيكال. السي ام ال كرونيك مايلويد لوكيميا يعني في البلاط دي بتكبره فيرتيكال كده. لكن الاسباب الثانيه ها بتكبره ايه اوبليك. اذا تعمل بركشن مرتين مره كده ومره كده بركش لايت بركشن اهو لايت خفيف قوي من تحت كده لفوق 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 الدنيا زي المرجيح وترجع اوبليك ثاني كده اهو كده اهو اهو لايت لايت لحد ما تجيب السبلين. بعد ما تجيب السبلين تعمل ايه؟ صابع العيان وتقيس المسافه. ده سيب 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 اتنين فينجر تحت قصه مارجن وان او اتنين فينجر. ده مايلد سبينو ميجالي. مايلد يا دكتور يعني اللي عدى ثلاث مرات ده اهو اسمه مايلد. من اتنين فينجر لحد الامبلايكس ده اسمه مودريت. لو عدت الامبلايكس ما تقيسش غلط. لو عدت الامبلايكس قول هيوج سبلين. تقيس ليه بقى؟ معدل الامبلايكس ده هيوج. يبقى انا لو لقيته هنا ايه؟ المسافه دي كده اهو بقيس فيها. امبلايكس لحد ايه؟ كوستر كارترج. عدت الامبلايكس ما تقيسش قول هيوج سبلين. يبقى 1 فينجر مايل، 2 فينجر ده مودريت، من 2 فينجر الامبلايكس ده مودريت. يبقى ده مايل 1 او 2 فينجر، من 2 لحد ايه؟ الامبلايكس ده مودريت. بعد الامبلايكس هيوج، بعد الامبلايكس ازاي؟ بعد الامبلايكس كده اهو، بص بص دي. يعني عدى كده اهو تحت او عدى كده اهو. عشان بس انت فاهم غلط. لو عدى الامبلايكس سواء هوريزونتال او فيرتيكال. يعني لو عدى الامبلايكس الناحيه دي كده ما تعملش ما تقيسش. ولو عدها كده برضه ما تقيسش. اوعى تغلط الغلطه دي. هتلاقي يا دكتور السي ام ال في بطنك. خلاص ما عندناش الاطراف من الفيرتيكال ده خالص. يعني دي بتاعت الايج الكبير من الايج الاربعينات والخمسينات هي سي ام ال مش في البطن خالص دي. دي مش الاطفال دايما بطنه دي. ده بركشن ابدو من كده ايه؟ بيس نعم التروبس طبعا بعد كده بركشن اوف فول بلادر. فول بلادر حدوة الحصان بقى
عامله ازاي دي؟ اطلع ادم بقى هنا. تعرف تقفلي على الشيزلونج ده كده؟ اقف عليه. اقف. يا ابو السقس طب ركز معايا في الفول بلادر عشان خاطر ايه واطيه شويه. الفول بلادر يا دكتور لما بتكبر اخرها بيكون كده. كده اهو. بالاحمر اهي. فول بلادر. عشان كده الاسايتس لما بتقص بتقص فوق هنا. تو افويد ان يكون في بلادر تحت. بتعمل ايه في الفول بلادر بقى؟ بتبرقص هو ايه؟ هو قاعد. نعم. اقعد على السدوم. هو قاعد؟ اشمعنى يا دكتور؟ بص معايا كده، امسك الاقلام دي يا عم بتدري كده. بتبرقص هو قاعد. باجي كده اهو. كده 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 لايت. هوب دلنس. يا ترى ده بلادر ولا اسايتس؟ نام. نام. لما ينام اخبط تاني. لو الدلنس راح بقى ريزونانس ده اسايتس. عشان بروح في دار العيان. لو بيرزيستن دي بلاد. وبالبلبيشن كده اهو. كده كده دي في الاطفال عندنا بقى تحسها حاجه كده هارد قدامي اهو. لما تلاقي طفل ديستريس وانت شغال في عينيا ولا حاجه بتمر ايه طفل ديستريس تاكارديا جامده وستريس تلاقي ممكن تتفهم هارت فيلير تتفهم نيمونيا تتفهم برونكلايتس تتفهم سبازم تعمل ايه؟ حاجه ايه الاي بي سي الف بي اهو بيرقص امسك الحته الجايه في بيتك بمبيت اهو شوف البلادر غالبا تبقى فول بلادر في ريتينشن وعايز قسطره او شوف القسطره بتجيب ولا ما تجيبش او اسال التمريض في بولك النهارده ولا مفيش اهي اي بي سي اهي الف في بلادر اهي البلبيشن بتاعها كده شوف احنا حاطين فين على ايه السيمفيسز اهي دي في الاطفال بالذات عايز كده 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 اهي شوف الحركه ازاي هتلاقي حاجه هارد تحت منك كده بركشن قد من خلص بركشن شيست بقى بركشن كارديو نبدا بالكارديو ولا شيست؟ شيست خلاص ماشي بتبدا هبات الدلس الاول نعم المفاجأة اللي مش هتعرفها انت انك في البركشن تشيست هتبدا هذا الدلس ثم كاردك بركشن اها هي دي ما دي بقى حته جديده انك لازم تعمل كاردك بركشن في الشيست نعم البلادر بحس بعمل بركشن حط ايدك كده اهو بركشن من فوق لتحت وهو قاعد اقعد يا ادهم بركشن بلادر يا جماعه تاني عشان دي حاجات مش هتعدي عليك في العمل على فكره ركز حاجات دي فاين قوي وبتسيء في الاطفال كومن بركشن بلادر ده في الاطفال عندنا كومن قوي بيرقص وهو قاعد كده 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 قبلك الضلنس يا ترى دي بلادر ولا اسايتس؟ نام يا عم نام هنام يا دكتور اهو الميه هتروح ورا والهواء يطلع فوق كده اسايتس لو بقى ريزونانس لو السيب ضل يوريه فول بلادر قص ايه؟ ماله؟ سبرين بيرقشن سبرين كله يبقى تروبس اريا حط ايدك كده اهو السام فيرتيكال نبل شيل بيرقص تروبس فيرتيكال مات الكلام لو ضل تعمل سبلين مره اوبليك اوبليك من عند الرادر الفصه كده لحد هنا قبلك الضلس صباعك ويس ماشي ما قبلكش ترجع تبقى قص فيرتيكال تاني اهو لحد برضو يبقى قبلك الضلس تحط صباع ويس خلاص كده اجيب ايد العيان كده ايد العيان قيس بيها طبعا امال انت بتعمله قدام مين يعني راسك رايق النهارده رايق قص البلادر نعم ايه قص البلادر ايه البلادر عامل لها قص البلادر يعني على كده بقى لو طلب منك العيان بس هي في بطن ما تطلبش بلادر تطلب في الاطفال بس في البطن لا والبطن الخاصه اللي بيطلبها يا دكتور بتوطنها طريقه البركشن وهو ايه اللي اسايتس يقول لك اعمل شيفتنج دلنس تعمله مره هو نايم مره هو قاعد دي موضوع تاني بيطلبها لكن عم بطلع عم مش بتطلبها قوي في الشيست هعمل الكاردك بركشن الاول ده الستيب رقم اتنين يا عم انا مش قادر ازعق مش قادر ازعق بجد انا الساعه 7 شغال ارجوكم يعني هدوء الله يعينك خلاص ماشي يا عم هنعيط بقى ده ايه شغل ساعه صغير ده هبات الدلنس الاول ثم كاردك بركشن وبعدين تخش على الشيست بروبر وبعدين سبيشال ارياز وبعدين سبيشال بركشن تيست الشيست عندك كل حاجه مذكره بوش